احمد البنا، النهارده ان شاء الله انا قلت اعمل لكم مراجعه سريعه عن المايك اللي استوردته وصل لي امبارح من موقع علي اكسبريس ماركت فاي فاين. الصراحه هو المايك اسمه على مسمى جدا، يعني مايك ممتاز كله معدن زي ما حضراتكم شايفين كده، حتى الرجول بتاعته كمان معدن، خامه ممتازه جدا، الماتيريال كويس، في زرار الفوليوم لتعلية وتوطية الصوت حسب الدرجة اللي انت عايزها، بيدي زوايا اتجاهات للصوت متعددة، ممكن تسجل بالوضعية مثلا الفرونت او الباك او حتى على الاجناب. الدي بي بتاع المايك عالي جدا، يعني الصراحة جربت بيه ان انا اسجل، انا او كنت بستخدم مايك مكتبي كده صغير في التسجيل، وما الصراحة يعني كان المايك ب 30 جنيه اللي انا كنت بسجل بيه، كان مايك رخيص بستخدمه للكمبيوتر. اما المايكات اللي بسجل بيها في التصوير بره بستخدم البويا في الغالب، وحاليا انا بس بسجل بمايك موبايل سامسونج عشان قلت الفيديو اعمله على السريع. اهم حاجة في التجربة دي زي ما قلت لحضراتكم ان المايك ده كلفني بشحنه لحد مصر 600 جنيه من الموقع لحد هنا، في حين انه بيتباع على موقع سوق دوت كوم بتمن 1650 جنيه. فحضراتكم ملاحظين طبعا فرق السعر كبير ازاي، يعني التاجر اللي بيستورده من هناك بيكسب فيه على الاقل 3 اضعاف، وهنا ده حال التجار عموما في مصر. المايك وصلني في 34 يوم، والمقطع الاول اللي حضراتكم شفتوه ده انا مسجله عن طريقه عشان اسمعكم الصوت بتاعه بتاع جودته. المايك ده ينفع طبعا في الناس اللي بتعمل فويس اوفر، وفي الناس اللي بتستخدم عندها قنوات في اليوتيوب، وفي الناس اللي بتغني برضو، يعني في فيديوهات اجنبي كتير عن المايك ده وعن الجودة بتاعته. سعره في الموقع علي اكسبريس 29 ل 30 دولار، ما بيزيدش عن كده. انا الصراحة يعني جبته ب 29 وقال لي الشحن ب 10، عملت كوبون شحن على الموقع نزل لي ال10 دول ل6، كنت ممكن كمان اخفض عن كده كمان لو كان لي نقط على الموقع. المهم وصل لي في خلال 34 يوم، وصل امبارح من مندوب البريد وجربته الحمد لله امبارح برضو، لقيته الصراحة ممتاز في التسجيلات، يعني الصراحة نقلة تانية ليا، هيساعدني في القناة كتير وهيساعد اي حد برضو عنده قناة انه يخرج صوت ويبقى عنده صوت بجودة كويسة. طبعا ملحقات المايك، انا طبعا فتحت العلبة، بيجي جالي في طرد الصراحة زي كده، وطرد متغلف كويس لكن ممكن مش بالجودة العالية، يعني في شكل الكرتونة او كده، ده اللي جالي من مكتب البريد اللي سلموني امبارح. العلبة بتاعت المايك فيها، لو فتحناها كده قلنا لحضراتكم فيها ايه. طبعا العلبة كان فيها الحامل ده اللي هو بثلاث رجول المعدن، وكان فيها المايك وفيها بعض الحاجات، يعني ده الكتالوج بتاعه بتاع المايك، بس العلبة ما فيهاش حاجات كتير، يعني ملحقاته مش كتير. هو انا يفضل لو كان ليه بوب فلتر كان هيبقى ممتاز الصراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يمكننا تشغيل برنامج الآلة الحاسبة لكي نحسب أي أرقام نريدها، بعد ذلك يمكننا استعراض قائمة ستارت وتشغيل لعبة سوليتير، وهذا اختبار بسيط للعبة لكي نوضح كيف تلعب اللعبة بشكل جيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي هنعمل اختبار للصوت بدون فلاتر ونشوف الجودة بتاعته هتكون عاملة ازاي على برنامج الاوديسيتي، يعني هنجرب نسجل من غير اي اضافات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادي حضراتكم سمعت اهو جودة الصوت على برنامج الاوديسيتي من غير اي اضافات. وممكن كمان نستخدم برنامج زي ماكس كرافت برضو لو حبينا، برضو ممتاز على فكرة. انا جربت الاغنية اللي مسجلها بيه في اول المقطع دي معمولة بيه. طبعا طريقة الماكس كرافت ان احنا بنعلم على المايك بتاعنا بالشكل ده وبنجربكم. ممكن حضراتكم بصوا، لو انا اخترت دي هسمع الصوت، طبعا المايك ممكن ايه يتفاعل كده يعمل صدى صوت. انا هحط صوت السماعات شوية. ممكن اسجل اي اغنية انا عايزها، الصوت هيبقى نقي وكويس. واسجل برضه لو انا عايز الغي صدى الصوت كده، وبرضه ممكن اسجل اقول مثلا ايه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله كده مثلا. لكن اسمع المقطع ده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. وده كان تسجيل سريع عشان نختبر جودة المايك بتاعنا. بالمناسبة أنا دفعت على المايك جمارك 82 جنيه، وده ما يعتبرش مبلغ، يعني حاجة بسيطة. حاسب لكم رابط المايك في الديسكريبشن لو حب حد يشتريه، وإن شاء الله تكونوا بخير كده. ودايما لو جبت حاجة جديدة إن شاء الله هعرضها لكم برضو. إذا عجبتك الحلقة ما تنساش لايك وسبسكرايب. تحياتي ليكم.